عليها أن الملائكة تنزل على المتقين في الأرض وتقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون دون أن يراهم أحد غير الذي نزل عليه. ما سمعنا بهذا، لكن قد يراه المؤمن، قد يراه المؤمن كما رأى المؤمنون جبرائيل لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان أعرابي وفي صورة دحية بحيث يسجي. قد يرى المؤمنون أن الملك إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قد يراه بعضهم، هذا هم ممكن تراه مؤمنون وغيرهم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك بذلك. فقد يكون من يظنه هذا الذي يظنه ملكا، قد يكون من غير ذلك من الملائكة، قد يكون إنسانا، قد يكون جنيا. فالحاصل أن هذا ليس عليه دليل واضح أن الملائكة تنزل على أحد أو تجي مع أحد أو تخاطب أحدا إلا بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الأنبياء فقد يرى الملائكة حين ينزلون ويخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه بالوحي، كما رأى المسلمون جبرائيل لما نزل وسأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان والناس ينظرون، قال هذا جيد أساس يعلمكم دينكم. وجاء في أوقات أخرى كذلك، ورأى سعد بن أبي وقاص سنتين عن يمين النبي وشماله وقاتلان عنه يوم أحد عليه الصلاة والسلام. المقصود هذا قد يقع في وقت الأنبياء، أما بعد شهادة الأنبياء وقت الأنبياء هذا وإن كان قد يقع وهم ينزلون، لكن يحكم بأن هذا ملك وهذا غير ملك يحتاج إلى ذلك، ولهم ينزلون يتعاطفون ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح صلاة العصر ثم يعرضون إلى الله جل وعلا، هذا واقع بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لأن كون فلان يعرفهم أو يقف عليهم أو يسلمون عليه أو كذا يحتاج إلى ذلك. نعم. وما قوله تعالى تنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا، عند خروج الله لا يجب انهم يشوفونهم. لكن الملائكه تبشر المؤمن بهذا، تبشر بالجنه عند خروج الله. عندي خمسه من الابل وتبشر الكافر بالنار.